السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم خبز الدار. هاد الخبيز اللي هي صحية بدقيق القمح الكامل، كتجي زوينة في شكلها وكذلك خفيفة من الداخل بدون مجهود وبدون دلك. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الآخر، وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساونيش ملي لايك. الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم شاركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هذا الخبز غادي نحتاجوا الدقيق الكامل، يعني بالنخاله ديالو ما غنحيدولوش النخاله، ملح، ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، واحد ملعقه صغيره ديال السكر الخشنه وسنيده، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نسمو هاد العجينه بالزنجلان والنافع. هنا عندي واحد معلقه كبيره عامره ديال الزنجلان ومعلقه ديال النافع. غادي نبداو بسم الله. غادي نعملو ملح، سنيده، زنجلان، نافع، الخميرة. غادي نخلطو هاد العناصر كاملة. هاد العجينة غادي نصوبها معكم بطريقة اللي هي سهلة جدا، وفي نفس الوقت كتجي بنينة ومنسمة وغادي تعجبكم هاد الخبيز ان شاء الله. دابا غادي نضيف قلنا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، بالنسبة للزنجلان والنافع اختياريين. غادي نجمعوا العجين بالماء الدافئ، وهاد العجينة كما غتشوفوا معايا كتجي خفيفة، ماشي بحال العجين اللي موالفين كنصوبو ديال الخبز. مازال نزيدو لها شويه الماء. دابا غادي نخدم يدي. كما كتشوفوا معايا هاد العجينه خفيفه وما غتحتاج لا دلك لا حتى حاجه. هذا هو السر نجاح هاد العجين، الطريقة اللي هي جيت سهلة. كما كتشوفوا معايا كتلصق، ها هو القوام ديالها يعني كتلصق. كما شفتوا معايا هاد العجينة ما دلكتها ما حتى حاجة، وسر النجاح ديالها هي انها تكون خفيفه بزاف بالشكل اللي شفتو، كتلصق معنا في اليد بزاف ولكن ما نخافوش منها. غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها حتى تخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالها، وعاد نرجع عندكم. بعد ما خمرت العجينه ديالي مزيان وتضاعف الحجم ديالها بحال اللي كتشوفوا انتما، كما كتشوفوا طلعت مزيان. دابا غندهن يدي بشويه الزيت وغادي نخوي من هذاك الهواء. ها العجينه خفيفه كتلصق، ضروري ندهنوا يدنا شويه اما بالماء واما بالزيت. ما دهنتها بشويه ديال الزيت صافي، كنخرج من هذاك الهواء اللي فيها هكذا، وغادي ندوز نشكلها كريسات. خديت هنا دقيق القمح الكامل، غنعمل بزايد من حيت العجينه ديالنا كتلصق، وغادي نبدا نشكل هكا كريسات. انا غنعملهم هي خبيزات صغارين،
ما غنعملهمش كبار هي على هذا القياس هذا. ثم الا بغيتو ديروا خبيزات كبار غتعملوهم صافي. كنشكل كريسات بحال هكذا. العجينه راه هي خفيفه خاصنا نسيسو معها هي بشويش. كنوضعها مباشره في الصينيه اللي عملت فيها بابي كويسو هكذا. نقول لكم سر النجاح هذا العجين هو انه يكون خفيف. كل ما كانت العجينه خفيفه صافي. وغنبدا كنقرص الخبيزه ديالي على هذا الشكل هذا مباشره في الصينيه اللي غندخلها بها الفران، حيت هذه العجينه راها خفيفه بزاف وإلا بغينا نهزوها راه غادي تخسر لنا. كنقرصوها مباشره في الصينيه هكذا. كما قلت لكم الا بغيتو تعملوا خبيزات كبار غتعملوهم كبار، انا كنفضل هكذا خبيزات صغار. صافي على هذا الشكل هذا. من بعد ما قرصت العجين ديالو كما كتشوفوا قرصته في الصينيه اللي غادي ندخل الفران، خديت هنا شويه ديال الحليب وخديت شويه الشوفان والزنجلان باش غنزين العجين ديالي، وكذلك شويه ديال البافو. هذا الحليب راني دفيته شويه. غادي ندهن الوجه ديال هاد الخبيزات هي هكذا هي بشويه هي باش يلصقنا فيهم داك الحبوب هكذا. هي واحد الشويش صافي. وغادي نعمل هذه غنزينها بالزنجلان هكذا. هذه غادي نزينها بشويش ديال الشوفان. هكذا وهذه غادي نعمل فيها شويش ديال البافو. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم ما تزينوهمش ويمكن لكم تزينوهم على هذا الشكل هذا. بنفس الطريقه غادي نزين الخبيزات الاخرين. غادي نخلي العجين ديالي يعاود يخمر المره الثانيه وعاد ندخلو الفران مسخن ونطيبو بطريقه ديال الخبز عاديه، نطيبو من الفوق ومن التحت حتى يتحمر لنا مزيان ونرجع معكم نشوفو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا من بعد ما خرجت من الفران. هاد الخبز اللي كتجي محمره وهشيشه وخفيفه من الداخل وبطبيعه الحال صحيه بحكم انها بدقيق القمح الكامل، والشكل كما كتشوفوا مختلف. يمكن لكم نتوما تزينوا الخبز ديالكم كما بغيتوا. انا هنايا اختاريت الشوفان والزنجلان وكذلك البافو اي الخشخاش. نتوما يمكن لكم تختاروا اي حبوب عندكم في الدار باش تزينوا بها الخبيز ديالكم. وكما شفتوا معايا هاد العجين بدون مجهود وبدون دلك
وفي وقت سريع جدا يمكننا نحضروها. نتمنى من الله الفكرة ديال اليوم تكون عجبتكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش لي لايك ودعموني باقتراحاتكم وتعليقاتكم، وبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب باش يستفد معنا الجميع إن شاء الله. وبالنسبة للناس اللي كيزوروا القناة ديالي لأول مرة، كنقول لهم اشتركوا معايا في لاشين بالضغط على زر الاشتراك، سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. ودابا ما يبقى لي إلا نودعكم، وإلى اللقاء مع فيديو جاي إن شاء الله.